أعلن المغرب فتح خط دولي جديد وتعزيز برنامج فتح أجوائه لهذا الصيف ب 1400 رحلة دولية إضافية، الأمر الذي أعاد الأمل للعاملين في قطاع الطيران، وعادت أكاديميات تدريب الطيارين ومهندسي صيانة الطائرات لاستقبال طلبة جدد. وكانت الحكومة المغربية أطلقت العام الماضي خطة تفتيشية بسبب توقف حركة السفر والتنقل، سرحت بموجبها مئات الموظفين في قطاع الطيران. هؤلاء طلبة في أكاديمية خاصة لتكوين طيارين ومهندسي صيانة وميكانيكي الطائرات، يعانقون من جديد حلم التخرج والتوظيف بعد فتح المغرب الجزئي لأجوائه واستئناف الرحلات الدولية في أحد أكثر القطاعات تضرراً من تداعيات جائحة كورونا. في الحجر الصحي كامل كان هذا هو السؤال المطروح، وحيت هذا هو اكثر دومين كان تضرر بهذه الجائحه، ولكن دابا مع القرار ديال التخفيف بدا كيرجع لنا شويه ديال التفاؤل والطموحات اللي كانوا عندنا ولينا كنسترجعوهم عاوتاني. مع مطلع شهر يوليو الجاري أعلن المغرب تعزيز رحلاته لموسم الصيف ب 11 خط دولي جديد و 1400 رحلة إضافية بسعة تناهز 220 ألف مقعد، خطوات تعيد من جديد وفق خبراء الحديث عن الحاجة لدعم الموارد البشرية في القطاع. الطلب عليهم غادي يكون طلب عليه ضغط كثير ان شاء الله، يعني الاقلاع غادي يكون اقلاع في مره واحده ان شاء الله بحول الله. قريبا غيرجع ميدان الطيران كيف ما كان. راه شفتوا تبارك الله مع هذه لوبيراسيون مرحبا اللي تراسها جلاله الملك نصره الله، راه 3 مليون ديال لي باساجي في ظرف اقل من شهرين، يعني راه الناس كاين كيتسناو غير فوقاش يرجع الميدان كيف ما كان. بيان سيغ راه دابا بزاف ديال لي كومباني اغيان في العالم كامل بداو كيعيطوا ليزيكيباج ديالهم. وفق ارقام رسمية، فقدت أكبر شركة طيران وطنية في المغرب منذ اندلاع الأزمة الصحية حوالي 5.6 مليون دولار يومياً، والمئات من مناصب الشغل مع التوقف شبه التام لأسطول الطائرات البالغ 64 طائرة، واقع انعكس أيضاً على مجال الصيانة وشعب تدريبها التطبيقي. احنا دائماً تابعين الأوبريشن، كل ما كثر الأوبريشن بكثر الصيانات، فبناء على المعطيات لأنه قل الأوبريشن ومعظم الطائرات كانت grounded in general بالعالم، فبس صار restricted على الصيانات الدورية فقط، فهذا أثر حتى financially على كل الorganization. الأزمة الصحية هددت حوالي 225 ألف وظيفة في قطاع الطيران، لكن دعم الحكومة المغربية لأكبر شركات القطاع في البلاد بما يناهز 670 مليون دولار وفتح أجواء البلاد من جديد أعاد الحياة للتوظيف والدراسة والتكوين في هذا المجال. حوالي 300 طيار يتخرج من هنا في السنة ليعمل في 16 دولة إفريقية وحوالي 60 شركة طيران عالمية في قطاع أنهكت أزمة كورونا أيضا مجال الدراسة والتكوين فيه، قبل أن يعيد بدء فتح الأجواء الأمل أمام مهنة الطيار وقطاع الطيران. فاطمة بوغنبور، الحرة، بن سليمان، نواحي الدار البيضاء.